احنا كنا مراهنين وكسبنا الريال على انه قطر اخذت اللعبه. بتشعر انه قطر عنده قدره انه تقدر تنظم مونديال؟ عنده القدره، لو ما عنده القدره ما قدمت اصلا، بس عنده القدره الكافيه. طب انت شو بتشوف هذا الموضوع ممكن ينعكس على البلد اعتباره من بكره؟ ينعكس بالخير لكل البلد لجميع النواحي. اللهم لك الحمد، والله العظيم قسما بالله 88 مليون مصري كانوا بيدعوا له، والله العظيم الحمد لله. اكن احنا اكن مصر هي اللي فازت بتنظيم كاس العالم 2022. فرحان والله والحمد لله من قلب، ومصر والعرب كلها فرحانه بقطر انها خدت المونديال. ان شاء الله مبروك لقطر وكل الدول العربيه وكل الدول الاسلاميه، ومتاكدين انها راح تنظم تنظيم معتبر وعلى مستوى عالي وعلى درجه عاليه من التنظيم الجيد. الجميع سعيد لانه هنالك، الجميع يشعر بانه هنالك في قطر. هذا ما يحدث هو شيء انعكاس طبيعي لما يجري داخل الدوله نفسها من اعمار، من تنميه، من جهود مبذوله من قياده قطر، وهذا نتيجه يعني عظيمه ومشرفه لكل العرب ولكل الرياضيين في العالم العربي وفي كل الدول الناميه.